ندخل النهارده سنتر اولاد حموده سنتر على البيجامات. بصي بفضل الله السنتر هنا ودمه كامل متكامل. تمام. من اطفال لرجال الحريم الكاجوال لبيتي لصيفي كل حاجه موجوده في السنتر. عنواننا اسكندريه باكوس سنتر اولاد حموده. توصلي عند قهوه البطل تمام هتلاقي الفرع الثاني بتاعنا بره او المول بتاع اولاد حموده. وصلي عند المول قولي عايز اروح السنتر اللي في الرئاسه زي الفل. كل الناس اللي هناك هتلاقيك على السنتر. تمام. النهارده عندنا توصيل لاي مكان في مصر. هو ده لسه شويه اول عرض معانا لاي مكان في مصر. عرض النهارده خيالي. الدفايه الترند اللي السنه دي نازله ب 180 و 190 عند اولاد حموده ب 150 جنيه. 150 اول حاجه في العرض هتبقى عرض النهارده 150 جنيه. ده لون تاني كمان اهو. ده لون ماجنت. اه بصي اللون التاني اهو تمام زي الفل. أوه. دي بتاعت الكريسماس اهي. اه بكام؟ ب 150 جنيه. ادل الله. بص ده اللون التالت. اه بصي البنطلون بتاعها عامل ازاي؟ تحف زي الفل. النهارده عندنا شويه جاتوهات ب 150 جنيه. دي برده ب 150. عرض ال 150 جنيه حصري من سنتر اولاد حموده. تمام. بتلبس معانا لحد 100 كيلو و90 كيلو. بص يا مدام منى المقاس ده لسه ال 150. في حاجات تانية. 150 جنيه اللي بتتباع يا بنات البولر ب 220 جنيه. حموده هيبيعها ب 150 جنيه. اولا بتلبس معاكي محايه وتلبس معاكي انيساتي. تمام. يعني اللي هو الصغنطتين معاكي. اه مقاس محاير ومقاس انيساتي زي الفل. بص الاشكال هيبقى بكام؟ 150 جنيه اهي البولر اهي. الله اللون ده جميل. بص يا بنات 150 جنيه. 150 جنيه اي قطعه من دول. خلي الناس تلبس كل ده ب 150 جنيه اهو للسن المحير والمقاسات الصغيره. يعني ايه؟ يعني 75 كيلو كده. الله ينور عليكي. كل ده بكام؟ 150 جنيه اهو. تمام. العروسه بتشكل وبتاخد كده وبتاخد كده اهي. بص الاصفر دي. بص الكابيشو حلو. 150 جنيه. ايه ده الكاو دي؟ 150 جنيه الكاو. بص يا بنات الكاو والناو. افرض انت الناو وانا افرض الكاو. ادي دي كده يا بنات في منها الوان كتير على فكره. اه الوان الكاو غير كتير. الوان الناو. ايوه 150. بص السيلوفيتا الترند برضو يلا بينا. دي نازله ب 185 جنيه الاصليه. 185 تلبسها لغايه كام؟ بتلبس لحد 90 كيلو مثلا. تمام. اللون الاحمر برضو بتاعها حلو. ايوه. وعندنا من اللون اللبني احلى. في كمان اللون اللبني بتاعها حلو قوي. 185 جنيه الاصليه يا حمد. بص يا بنات 185 جنيه. اشكال والوان حلوه قوي برضه. الحتتين دول برضه. ندخل على العروض الثانيه. عايزين نمسك عرض ب 250 جنيه من سنتر اولاد حموده ونسمي الله ونبدا باول العرض ب 250 جنيه. بس كده بس البيجامه المبطنه الثقيله ب 250 جنيه. دي ب 250 جنيه بس اهي. جميله قوي دي في الحقيقه احلى من الصوره. بص الحته مبطنه من جوه ما شاء الله ما شاء الله. بص الجمال. تلبسها عرايسي برضو ولا ايه؟ طبعا. بصي الحته محترمه جدا. 250 جنيه. 250 جنيه وبس. في الوان منها ولا فوشيا بس؟ اه الوانها كلها موجوده. بصي الحته. بصي الوانها عامل ايه؟ انا هفرد لك الجريه عشان الجريه بتاعها حكايه. يلا بينا نفرد الجريه. حكايه وروايه وملابس جاهزه. تمام. 250 جنيه اهي. اهي. بصي بطانيه مش بيجامه. 250 جنيه. بصي الحته عشان تقيله ومبطنه من جوه محترمه. احنا فرضنا عرض 150 وده عرض ال 250 وهنكمل في العروض. بص الخامه عامله ازاي من جوه. حاجه محترمه تمام كده وبس. تعالي امسك بقى العروض شكل تاني بقى. بقى العروض. اه ميلتون اهو الموجود. ميلتون. ده كله عرض 250 جنيه اللي انا بفرد فيه ده. لا ده مش ميلتون. اه لطيفه برده. هات وريها كده للناس. الماتيريال ماتيريال محترم. تمام. بصوا بقى وريها لنا تاني البيجامه دي يا حاج لو سمحت. بصوا يا بنات البيجامه القمر بي تي اس دي ب 250 برضه. 250 بتلبس اي حد زي الفل. بصي المقاس عندي والطباعه بتاعتها محترمه جدا جدا. تمام تمام. ده مش كده اهو الجاتو. اه الجاتو عرض ال 250 النهارده حصري. تعالي السنتر هتلاقي كل الاسعار في البيجامات. عندك الشداد اهو كل الاسعار موجوده اهو عند سنتر حموده اهو. 250 برضه. 250 جنيه برضه. ده لسه العروض. انا بتاع جاتوهات اهو. كله فين يا صاحبي؟ ايه كله فين ده؟ كله عند سنتر اولاد حموده. هتشتري وتمشي وانت مبسوطه. الله يا عميد. الامثال الشعبيه للعميد. ايه الحلاوه دي؟ الجمال 250 وبس يا بنات. 250 جنيه اللي بيقول لكم 300 و400 و500 تعالي هتلاقي الاسعار دي وهتلاقي 250 جنيه عندي. يلا بينا. تمام. بص 250 جنيه نطلع الحته المتيجره. 250 جنيه اهو السنتر عندي كامل متكامل بفضل الله. ادي البنطلون اهو وادي الجاكيتايه. تمام. الشغل عندي مبطن.
شغله عندي مبطن من جوه، انا بطلع لك حته لوكس حلو. 250 برضه ادي التايجر بتاعتها اهو بنطلونها ب 250 جنيه. هات لنا تاني. بصوا بقى 250 شغل العرايس يا بنات عند سنتر اولاد حموده. ايوه اولاد جدي حموده تمام ب 250 جنيه. 250 بصي الجاتو اهو ب 350 اهو ده ب 350 فعلا هيبقى فعلا هيبقى بكام؟ ب 250 250 المبطن ده التونيك التونيك المحترم ده ايوه ب 250 جنيه. اللون الزيتوني ده جميل قوي ورايق زي الفل لون رايق على فكره تمام. بصي حتى السوست اصلا حاجه محترمه حاجه قيمه بتاخدي حاجه نظيفه حاجه ممتازه زي. بصراحه مبطنه من جوه. انا بشتغل في حته اللي عاوزه تروح الجيم تيجي تاخد الحته دي من عندي دي ترنج الجيم اهو. اه بصي الكلام بصي الحته حته حلوه قوي وحته متكلفه ومحترمه تمام ومبطنه كمان ايه من جوه من جوه. السنتر هنا يا جماعه كامل متكامل بصي في كل الاشكال. ده كده عرض ال 250 وفي موديلات كمان ما اتفرجتش. بصي طبعا في موديلات كتير قوي موديلات ياما ما شاء الله. جنب بصوا كامل الحلاوه متكامل. تعالى نفرد الحته الرياضي دي بصراحه يلا بينا لازم تتفرد وافرد لكم منها اللون الرصاصي اللي هو اساس الرياضه. بصي الحته دي جميلة 250 برضه 250 برضه. وانت عارفه ده بيتباع انت كمان انا كنت قايله انك جايبه حاجه شبه كده ب 400 جنيه و 350 جنيه. بصي الحته عند سنتر اولاد حموده الحته اصلا تحفه اهي. بصي المقاس تمام زي الفل. بصي اهو تعالي كده شوفي الحته كويس تفاصيل بقى اهو حاجه محترمه جدا وسعرها كام يا مدام منى؟ 250 وبس. عندك تشكيله بقى ال 250 كتير قوي. انا عايزك بقى تتفرجي معايا على باقي الكوليكشن عشان موديلات كتير جدا. يعني مثلا بصي الحته الفيكتوريا دي الاصليه بصي الحته طبعا الحاجات دي اسعار ثانيه الحته اسعار ثانيه. اه ده احنا كده جت على خلصنا ايوه خلصنا عرض ال 250 الجنب ده بقى اسعار ثانيه المختلفة تمام. هناخد فكرة عن باقي الايه الموديلات. اه بص شغل العرايس بقى اللي عندي بصوا العسل تعالي عندي وكل ايه سفندي تمام اهو. بص الحته بس ما شاء الله جميله ازاي حته تحفه وسيمبل وبتتكلم عن نفسها وبتقول انا موجوده حلوه قوي. ادي كده مثلا حاجه اهو بجامتك دي بجامتك بصوا يا بنات الله حلوه قوي دي. دي تلبسها لغايه كام؟ دي بتلبس لحد 100 كيلو تمام زي الفل. وبكام عادي بكام؟ 300 جنيه ب 300 جنيه 450 جنيه ب 300 جنيه كيلو. استنوا يا بنات ده في حاجات كمان عرايسي بتلبس ل 120 كيلو. طب انا هفرد لك كذا حاجه كبيره عشان اللي حضرتك قلتيه ده تمام. الناس المقاسات كبيره انا عندي موجود اخوكم شغال في كل المقاسات زي الفل. والحاجات الترندات كلها بصي الجمال بصي المقاس عامل ازاي الله ينور. بصي دي مقاس خاص تمام. تعالى نفرد دي يلا بينا مقاس كبير حلو بتلبس انا جيم بتلبس كل المقاسات معاك. بص الحتة اهي بص الكلام بص اهو المقاس اهو اللي بتقول لك مقاسي مش موجود موجود بفضل الله عندي كل المقاسات في المكان زي الفل اهو. بصي اهي الحقي عروضنا يعني حاجة زي كده بكام اهو حاجة زي كده مثلا بكام اللي بتروحي تشتريها ب 400 و 500 حاجة زي كده بكام يا مدام منى؟ بكام؟ حاجة زي كده ب 300 جنيه بس زي الفل. المقاس الخاص النهارده انا في المكان عندي روقان انا بتاع جاتو. بصي مثلا البيجامة دي تحفة جاتو اهي. بصي الحتة ادي كده طبعا دي بتتباع اونلاين ب 450 طبعا. عند حمودة كام؟ بكام؟ ب 300 جنيه 300 وبس. بصي الحتة العريسة ب 300 جنيه بالله عليكي بقيني تفاصيل الحتة. بصي يا بنات بصي الجمال بتاعها عامل ازاي 300 جنيه تمام يا جماعة احنا هنا بفضل الله. طب تعالي خدي دي بقى يلا بقى اتفرجي على الجاتو اهو وهتبقى بكام؟ هتبقى برضه ب 300 جنيه. تعالي كده لو سمحتي ايه رايكم في الاسعار الحلوه دي؟ جمال اهو اهو مش هقول 400 و 500 عشان انا راجل بتاع جلابيه تمام. دي برضه بتاعت الكريسماس يوش يور كريسماس يور كريسماس. بصوا ايوه بص الجمال كله موجود كل الترندات 300 وبس 300 زي الفل. بصوا دي كمان اهو ما كنتش ناوي اقول اسعارهم اه والله بس عشان خاطرك قلت وكنت ناوي اقول 350 عشان برضه يعرفوا يعملوا حسابهم عشان خاطرك قلت 300 الله ينور عليك. الله ده زبون الاونلاين هيزعل مني كده زبون الاونلاين هقول لك احمد حموده بيضربنا. تعالي اتفرجي بالله عليك هاتي الحته دي. بصوا يا بنات التحفيز بتاعها عامل ازاي. ادي بنطلون اهو. يبقى انا بعمل ايه؟ يبقى انا بعمل بفضل الله بدي لك كوليكشن عشان لما تيجي عندي في المكان تبقي مبسوطه. 450 بتاعت بكام؟ ب 350 ب 300 جنيه اهي بتاعت ياسمين المبطنه. انا شغال المبطنه ايه ده؟ أهي. ده هي الكمام لوحدها بصي مبطنه من جوه بصي وده بقيه الكم وده اللي بيتلبس في الحته ايه؟
تمام. الثانيه هيبقى الكم، وادي بنطلونها ب 300 جنيه. حلو. ام 450 جنيه صورتها. وادي الصوره بتاعتها بكام؟ ب 300 جنيه بس. زي الفل. بص يا مدام منى، بفضل الله انت هنا في المكان هتيجي تتبسطي، وعندي الترنج المطرز ده نازل في عرض ال 250 جنيه. تمام. في عرض كام؟ 250. وفي ترنج كمان هفرده لك دلوقتي ب 200 جنيه، مش هتصدقي ان هو ب 200 جنيه. بص ده ب 250 جنيه مثلا في حاجه العرايس دي، مع احترامي ليكي، ده بيتباع ب 350. مش هقول لك يا ستي ب 400 عشان ما افورش، لا، عند حموده ب 250 اهو. يعني انا مش هقول لك مثلا بيتباع ب 400، لا، هو بيتباع ب 350، لكن عندي هيبقى ب 350. تمام. لما اجي افرد لك حاجه زي كده مدام منى مع حدي ب 200 جنيه، القطعه دي ب 200 جنيه يا بنات، ب 200 جنيه. ادي واحد. بصي عليا انت يا مدام منى، يلا بينا. بصي عليا وادعي لي، قولي لي ربنا يبارك لك يا احمد، يبارك لك عشان انت بتراضي كل الناس. بصي اهو، بصي الحته لما دي لما اجي افرد لك دي اهي برده مدام منى، بقول لك برده ب 200 جنيه. يبقى انا بالله عليكي كده بعمل ايه؟ عملت احلى واجب. يبقى انا بعمل طفره وبعمل فرق في السعر علشان الدولار غلي. واو، ولاد حموده ما بيغليش. بصي الشكل الثالث برده هيبقى بكام؟ ب 200 جنيه. يبقى انا كده بعمل لك شغل جامد جدا جدا جدا. وتعالي الحق العرض عشان الشغل ده مش هيفضل قاعد مستنيكي شويه جاتوهات. انا عندي الفيكتوريا سيكريت، ندخل على الفيكتوريا سيكريت الاصليه. تمام. اللي هي نازله السنه دي التقيله هي المبطنه، اللي بنطلون لوحده 4 كيلو. بصي الحته عامله ازاي بالوانها. طب انا عندي فيكتوريا بتلبس لحد كام؟ طب ايه اللي موجود في السوق عشان ابقى واضحين وصراحه؟ بيلبس اخره 100 كيلو. تمام. انا عندي فيكتوريا لحد 130 كيلو زي الفل، وعندي التقيله المبطنه اهي. يعني بصي اهي، دي فيكتوريا التقيله المبطنه بالوانها. بالوانها، بصي الوانها عامله ازاي. عندنا الهافان، الزيتي، انت واخده بالك، الكشمير ما شاء الله، الروز، عندي الكارو بتاعتها جميله برضو. ما شفناش في الروز جميل قوي. بصي الكارو عامله ازاي. تمام. بصي الكارو جميله، ادي الكارو، انت واخده بالك يا مدام ولا لا؟ هي الكارو دي مش روزالين؟ ما شاء الله بزراير. مش روزالين يا احمد؟ روزالين، الخامه روزالين عندي، انا ما بشتغلش غير في روزالين. بصي الجمال، بصي يا بنات دي كلها انا بقول لحد 130، لو جيتي ما لبستش 130 كيلو تعالي اضربيني. تمام. وانا موافق اهي، 130 كيلو. بصي يا مدام منى، بفضل الله المكان هنا برضو احنا مظبطينه على قد ما بنقدر. بصي البنطلون بيلبس لحد كام؟ بصي الحته تقيله ازاي؟ ايه يا مدام منى الجمال ده؟ زي الفل. ايه ده؟ تيجي تاخدي من عندي فيكتوريا الاصليه، مش تاخدي حاجه اي كلام. انا هبيعه الروب الكاو ب 50 جنيه الكاو. ب 250 الكاو يا ناس يا ناو. بصي، طب اقول لك على حاجه، هشيل 20 جنيه كمان يبقى ب 230. 230 وبس. اهو. تمام. حاجة العرايس الحلوه زي الفل. 230 وبس. طيب. بصي بقى جمال السود ده بقى. جمال السود ده حكايه. جماله ايه؟ حكايه. ثلاث قطع هو. ده طعم اهو، ده الروب. تمام. زي ما حضرتك شايفه. ايوه. حته حلوه قوي. وادي البادي بتاعه اللي هو تحت الروب. تمام. تمام. ومعانا كمان الحزام، وادي البنطلون. حته قيمه جدا جدا وتحفه، بجي بكل الوانها وبكل مقاساتها. ادي الموديل اللي باخده عشان يبان مع المتابعين كمان. زي الفل. مقاساته ايه ده؟ مركزين قوي على السوداد ده فري سايز. فري سايز؟ بيلبس كل المقاسات. بصوا بقى الترنج بقى، الحاجه اللوكسيات قوي دي. سبانيه. انا عندي في المكان بفضل الله كل حاجه. ده البوت. الفوت وير بتاعه. بصي بالله. بصي ادي البنطلون. ادي البنطلون اهو. ادي الايه؟ الحته اللي من فوق. زي الكلام على جاتوهات. تعرفي ان انا عندي هنا في المكان بفضل الله كل حاجه. دي تلبس لغايه 140؟ كل حاجه هتشوفي. هتشوف احمد بيتكلم صح ولا لا. بص قد ايه يا بنات؟ هتشوف. ايه الحلاوه دي؟ 140 كيلو. 140 كيلو زي الفل. وفي موديلات ياما. وادي الصوره بتاعت الموديل اهو اهو. تمام. اهو ادي البنطلون. بص الكلام اهو. بص المقاس. تمام. حته قيمه. ولا دي كمان؟ ايه تخطر على بالك؟ موجوده. موجوده اي حاجه. اي حاجه تخطر على بالك عندي في السنتر. بسم الله ما شاء الله على الجاتوهات بتاعتي. بسم الله ما شاء الله على شغلنا. مش بشكر في حاجتي، الناس هي اللي دايما بتتكلم، انا مش هتكلم. بص الحته، انا بشتغل في كل الاسعار، اجيب بيجامه ب 100 واجيب بيجامه ب 600، ما بيفرقش معايا، اهم حاجه عندي الزبون يبقى ماشي مرضي واخد حاجته وكله ايه؟ تمام. عروض قويه جدا طبعا، جدا جدا. انا برضو بعرفكم ان انا الروب الفرداني عندي موجود، تشكيله قويه. الروب الفرداني، الناس اللي عايزه اروب فردانيه، انا عندي الجامب سوت
اللي كانت نازله ترند موجوده اهي. الجامب سوت موجوده باشكالها بموديلاتها. انا هنا في المكان عريس. طيب بص روب الساده ده عندك ساده عندك. بص روب الفايت العريس ده هفرده لك عشان هو بصراحه جامد. ايه ده يا مدام منى؟ ايه الجاتوه ده؟ حلو قوي بفضل الله. مدام منى يعني كل حاجه موجوده. الله اكبر. انا والله مش بشكر في حاجتي لكن فعلا الطقمه الكامله الطقم الكامل اهو. طقم كامل اهو. وسعره ايه؟ سعره 400 جنيه. انت متخيله ان كل ده ب 400 جنيه؟ انا بقول سعري ليه؟ انا ممكن ما اقولش بس انا بقول لك ليه ب 400 جنيه. بص بص ب 400 جنيه قد ايه؟ بص كام حته؟ بص ب 400 جنيه كل دول ب 400 جنيه. معلش مع احترامي ليكي هتروحي تجيبين ب 600 و 650. ادي السلوبيتا التحفه القطن اهي. وب 250 بس. احنا كنا بنقول 250. ايه يا مدام منى؟ ايه يا مدام منى ده ب 250؟ حلويات. الجاتوه ب 250 اهو. اهو. بصي الحته. اشكال حلوه قوي. الوش والظهر. العميد كلمني. الحته أيوة. بكام؟ ب 250. قال لي بيع الحته دي ب 250. تمام. اهي. بصي. زي الفل. بصي الطقم الكامل بقى بتاع الربيع ده حكايه وروايه وملابس جاهزه عندي بفضل الله. تعالي شرفيني هتلاقي ايه؟ هتلاقي كل حاجه في المكان. السنتر يا أيوة. مدام منى زي ما قلت لك كامل ايه؟ متكامل. بص يا بنات ادي وابن خالي اسمه كامل. تمام. اه والله اهو ادي الجاكيت ادي الرز الروب قصدي. بص الكلام ادي ليه. بص في كل حاجه بفضل الله. ايه ده؟ ايه الكلام ده؟ الكلام على ايه؟ على ملابس. الكلام على ملابس. ادي البادي تمام وادي البادي برضو واخد بالك. في حاجه وقعت هنا. ادي البوت اهو. ايه ده؟ ايه كل ده؟ وادي الكاش. حلو قوي. يعني كام قطعه في بعض. زي الفل. طقمين في بعض مش طقم واحد. ده كده طقم مع الروب وده طقم مع الروب. تعالي بقى نفرد الحاجات الخاصه دي عشان نختم الفيديو عشان احنا طولنا على اخواتها. بصي بقى المقاسات عندي عشان اللي بتقول لك اولاد حموده بروح له ما بلاقيش مقاسات كبيره. ربنا يوفقك اهو. 120 كيلو اهي. بصي الحته تعالي بقى بين التفاصيل بتاعت دي اهي. بصي الحته تمام. بصي المقاس عامل ازاي. حلو قوي. 120 كيلو ادي واحد. عندك شكل ادي صورتها اهو. ادي صورتها. اتنين. اتنين اهي. اتنين. انفصلت اهو وانا كمان فصلت. يلا بقى. بس كله من اجل ايه؟ أوه. من اجل متابعينا طبعا اخواتنا اللي دايما بيدعمونا ما بيسبناش. وادي ثلاثه. يلا عشان هختم اللايف بعد الجاتوه ده هخدم اللايف يا مدام منى اهو. بصي بفضل الله ياه. ادعي لي دعوه من القلب. ايه الحاجات ربنا الحلوه دي؟ ربنا يسترها عليكي وعلينا. اللهم امين. بصي الجمال يا مدام منى زي العسل. الفيكتوريا عندي. الفيكتوريا عندي جاتوه. واللي عندي جاتوه عندي يقول لي انت شغال بتاع ايه؟ بتاع جاتوه بتاع سفندي اهو. ادي الموديل. وبكده يا جماعه يبقى ختمنا معاكم اللايف بجد. اوعوا ما تشرفوناش. اللي مش هيجي مش هزعل منه والله العظيم. احنا سنتر اولاد حموده بكوس بفضل الله. المكان انا مش قادر اقول لك عندي كل حاجه تخطر على درع العروسه. حتى على فكره عندنا مول في ادوات منزليه ومفروشات وفي كل حاجه. تمام. يعني كده سنتر اولاد حموده وفالك كل اللي موجود. وبكده ختمنا معاكم اللايف. والسلام عليكم.